وقل رب زدني علما. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب النهي نهي جبوا بابيها عن اتخاذ المساجد مساجد ذكي إلى الشديد اللديدي باب النهي ديد مدي بابي عن اتخاذ المساجد مساجد كي يلشد الديدي عن اتخاذ المقابر حبالها إن لقي يشل الديدي يعني مساجد مساجد لقي يشل والسورج واتخاذ السورج يديد مدى الديدة تريق يدي أما فينوس يدي إن لي يشوف في المقبرة حبالة حبالة على الشداء أو الافتيمية تريق لاشدو باب النهي نهي يجيبوا بابي عن اتخاذ المساجد مساجد إن لي يشل الديدة يو السورج تريقي في المقبرة مقبرة دحيذة لغيش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيره قاتل الله إلهي أن عدلو إلهي هدي لنا والورن كراه لكن قاتل الكواحف في عاني لرادة بمعنى لعن وايو رواية كقار كود بيساس كتمي اليهود يهود لا نعدلوا اتخذوا لأنهم اتخذوا محايا لوحي كدكتين قبور أنبيائهم نبي يدود حباله دي مساجد وي كدكتين متفق عليه. وعن ابن عباس قال وحر اللعن ونعدلي رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور بن عدلي دمر كحبالها بوغضة والمتخذين يكوي شعب عليها حبالات دشيد المساجد مساجد كيش يو السروج والسروج يو تريقيو رواه الخمسة إلا ابن ماجه. مرقى حديث كان دنباء ابن عباس وحديث ضعيف وي وصالح باذان باكوشر سنة كيسة مولى ومهاني وضعيفة وقيل إنه لم يسمع من عبد الله بن عباس إن عباس نحاك ومغلب عليه. وي حديث كهوري وحو الدليل يهي إن أنا بنانين بلا يتهي كبيرة يدن بوين إن مساجد حبالا إن مساجد لغا ديكتو تاسو أي سوغل إيسو الصلاة عليها حباشي اللي قدتو كدو واللي قدلتو كدبا وحكالو سوغل إيا الصلاة إليها إن صلاة دي اللولة جيستو وكا نبي قوريسا مسلم وريي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها حبالها كد الفريسانين حقو دانا صلاة دولتي سنين وحكالو سوق ليسا يان لقد دلتو كان ان صلاة نان لولتي سنين بناء المساجد عليها ان مساجد لقد دل دي صح اما الدفن في المسجد مساجد هراو دي سنين قفك لقد حاسو وحان حديث قوت المامي أرن كاسئون ياهي من صنيع اليهود حديث كلام نصارى وقدرتي نبي يقول عليه الصلاة والسلام دين ماذا أرن تاسئون ديدي آد بوقع العلي ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك حديث كجندب كحسن تانو ديمان شنكور أيو السيدايري
والمساجدة حبالها مساجدة كدغنا ميل صلاة كدغننا ومسجد كمكان الصلاة باللغة جيدة مركا وحي فوق هذا تاخرين تايكو صوابيان وآه إن جاسد حباشة لغا عرار أيو ماها رنتو بل الأمر واحد من ذلك أرنكو انتا سوى كوي واتخاذ القبور مساجد ومن ذرائع الشرك وسائله إن قبورتي مساجد لغا ديكتايا ميل صلادات وودوين كشرك قددك وصوى مرس أبتلو دي دي مركا سوى تاس وعكلو حديث قلت الماما يا رن كانينو يا اي كبيرو امدن بوين مره دي عدي سميسين لغو نعدالي حديث كابن عباس وضعيف لكن والمتخذين عليها المساجد انت وحاو مرخاتي فوري حديثة كانت ترادة بدانة صحيحين ككوشير تيدي ديسة ان حبالها مساجد لغا ديكتو بوغشادة دومر كوي حبالها بوغدان باب قونيو كو كيني دورا حكم كيده السورة إن حباليه مركا الله الشيداء الله إفتيميه وحسي قارا وقوان صحيح متشير أرن كاد ديد مديسة لكن أرن كاسي هدنا ما بنانا ومن وسائل الشرك وي ودوين كشرك غايو كميدي هاي وحباشا سي قارا مركا الله الشيداء الله إفتيميه شيدان كودتك وكل قويني يا عقيدة خلدان إنه كآمنان وبركاء كراديان أما بريان أما حقه ورعانة أرنت نوعا سوى الصابيسة مركاء إذا لفت يدو ميت بنان ما حديث كيانو أنصحين به وحي لم يتعيون كوة كليل الديدة الذي يسببت له الديدة بكترتا باب وصول ثواب القرابي حيابا إلهي اللو قد وادو أجر كودة قادستو دو بابيهي المهدات الى هديه للميت لو هديه الى الموتى غادان ددك دنت اي غيريودي باب كان و خو سابسان ياهي قفكي نولا عمل كوناكسن اي عمل الهي لوغو دوادا اجركيس هدو نيودو قفكي دنتي ما غاديا قفكا دنتي اجركو ومساله وحويا لان اهداء ثواب العمل الصالح للميت وحيا مركا واحد شراء إياقا لا يسكوها فقصيه إلا من شد من أهل البدع موين عدي داني جرين حيا باس واحد كم إذا الدعاء وفق مسلم كادين تاي قف مسلم يود دعاية دعاء دا سوى قارسة والد كان نقضه قرابها نقضه قف كلاها نقضه إلهينا سبحانه وتعالى قرآن كريم كايو كشا قابل دعاء دا لو دعاية لموت المسلمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان وكوي كدن بأي أنصار إيه مهاجرين إلى يوحد المامين والدعينيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ورانا يا إلهي ودن بداف ولا لها يجا إيمان كنوجه الرئي ساس وكل صلاة الجنازة وحين أجنا هاي إن مقصود كون اللي قال لي يا إتاد دعاء للميت إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء عدي مركا دعاء وأنا يحبو ترى هاي الميت كوانا معنا لهاينا وحان معنا السماينا هاينا وحتر لهاين نبي عليه الصلاة والسلام كمد دالين داد كان نبي عليه الصلاة والسلام كم الداليين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد الدفن استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل ولكن إلهي الدم بداف ويدية يسوغيطاني مكاسوها للغو بلا بيا وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور دعا للمدفونين فيها رسولكم مركو حبالها بوقضو دادك كواسن بود دعين شري وعلم عائشة
بما تدعو للأموات وحكالو عائشة رسولك أبري تدكى مسلمين تيدين تي حبالا كواسا وحيو قد عينيس كدعادي استغفارتي وحكالو رسولك عليه الصلاة والسلام ويري قف ميت أردين تي أي درجة يرفع له درجة فيقول أن هذا كصو حرارة ترى حاجة كتمي صرنا باستغفار ولدك لك المهاجبة كود عيو إلى هيدا بداف كويدي وهذا حديث صحيح رواه النسائي وحكلا يدرى الدلاد ويكسو أرورتي صدقات وحديثنا إن كوارك دورنا حجك الدلاد كسو أرورتي قاران حجك النذر كأه الدلاء عامين ويشرت حديث كشبرما صوم كان النبي عليه الصلاة والسلام حوري من مات عليه صوم صام عنه وليه بل حديث واحد المنطقة في مسلم كأه النول حتى كوى النول عمل كيسين كوى انتفاع كران وإمكا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بالسبعين وعشرين درجة وإن إددك لكلتو كليا صلاة دادي فضيلة ديرادة بويلس وكذلك النصر مركو النبي عليه الصلاة والسلام كورمي إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وحال ليدين كوكر قاريا أو ليدين كوار زاقيا ددك الضعفة سبب تودة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعرشاقي ضد مسلمين وجهادية أوران دوانا ألفيكم أحد من أصحاب رسول الله ألفيكم ضد كي وناكسنا إني كتشراني إنك ليسوا الدين دوانا مركا إنت أدلادو يكو سأرورتيد وعدها وحيابا كلمة للحاقين يتساء قرآن صالحان إلا آخرية أو أجركم ميت كينو قادل نيوذو سيدا صحيح وصيدا سوي حديثنا ميك أعماشا ثواب كيد وميت كقاريا كمي خصيصين انتا يعرب بوضي أو قرى أما يشيكت بل قضايا عيام بيكون كسارورين نبي عليه الصلاة والسلام لويدي يتنا ويدين تبو نبي عليه الصلاة والسلام كتشواب كوة كلنا مديد ولهذا مركي مناسبات كلا كوي مالنتا وكا مسل ويدي يغن النبي عليه الصلاة والسلام جواب تلفتي دي أيو رسولك عليه الصلاة والسلام وكبحيي كلا فرق بين الأعمال الصالحة وعن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل أي نذر النذر في الجاهلية تبو النذر وحكو نذر أن ينحر إنو قلو مئة بدنة بقول تلدود بقول نيف وقيلة إنو قلو وأن هشام ابن العاص أي نحره حقري حصته قيبتي ساكسها قاكتي وخمسين كنتونة وأن عمرو بن العاص أي سأل ويديا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال حري أما أبوك أبها مياه فلو أقر بالتوحيد أدو التوحيد كقير الله وشهادا لها ومسلم لها وفصمت صومت وتصدقت صدق ديس عنه صدقت كصومت وصدقت كبحيس نفعه ذلك أرنك سواء فعلا وحبوتر لها رواه أحمد فحديث كوحة المامة يا وفق عن مسلم هاين كنا درى شيء طاعة مركو إسلامه النذر كيو كان صحيح حديث عن إسلام نذر كي طاعدها كان صحيح مركا العاص بن وائل واو نذري وحكو نذري بقول قيلين وقالا لابا ينبو مركا دالاي هشام إيو عمر لبدا سكتقي مركا هشام وحدوني ونذر كي أبيه أوفي كنتن هلاد وقال كنتن كلانا دي عمر بوداي عمر بن عاص مركا عارن كواسكه بصدور رسولك عليه الصلاة والسلام ويدي
مركاو رسولك وشيغي أن موت أبيه على الكفر مانع من وصول نفع ذلك إليه لما شد أبيه قال لما وكل انتي إني ديدي سو عمل كوناك سنة ثواب كيس اللو هديه أما وحي استقل لغا السميين لغا الصومي إيو إن صدقات لو بحي إيو كفر قاد ديدي وأنه لو أقر بالتوحيد لأجزى ذلك عنه ولحقه ثوابه دو التوحيد كقر الله إسلام لها وكقد لها عمل ك إلهي درادي لو سمي أجر كلوني يودين وقار لها مركاو الدليل أنه قضي قروبات كي أعماش صالحة ثواب كودتك دينتين لو هدي يا إني قاريان وعن أبي هريرة أن رجلا إن أيا قال يري للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أباي ما توادنتي وحال بودنتي لم يوصي أن وحبدر دار من فينفع ما انفع يا أنا تصدق عنه أنا تصدق إلى صدق استعانوا سجان كصدق ديون على صدق دي سجون يودو قال وحور النبي نعم ها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه برجع حديث كان نوح الدليل يا هاي وحي ولدك السماية والدك يوردنتي والسماية ومسلمها وعمل صالحة قال كان صدقة باسي قارة لو شاقية إنو أجر كقارة ميتك وكو انتفاعي وعن عائشة أن رجلا إن أيا قال يري للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي هو يدي افتلتت وقال نفطي نفسها نفتي دي بمعنى موت الفجأة هي كلمت وأراها وحن أم علينا يا لو تكلمت ضيع عدل لهيد تصدقت إلي صدقت لبحي لهيد لكن غير إذا نبكى دنبا فهل لها موسوقين يدا أجر أجر إن تصدقتها دان صدقت بحي عنها يدا أنك بحيه قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها اتفق عليه وعن ابن عباس حديث كورنب اللميذي أنا الرجل أن أيا قال يري لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هو يدي توفيت ويقيريوتي فينفع ما انفعها أنت صدقت عنها دان صدقت كبحيه قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها قال وحر فإن لي مخرافا فإن مخرافا بير تمرة أما عنبة أما بيرون يا لي أنيق إسقانو أن ليه فأنا أنيق أشهد أشهدك وحن مرخاتك أقدر ليا أني أنا قد تصدقت إن صدق استي به بستانك أما بيرتي مخرافك عنها يدا أنا صدقت أقدر ليا رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي مرجع حديث كنا سيا حديثه وروح التلمام يا صدقت إلهي درادي الله بحياة لن يودو أشر كذا إن ميت كإلهي وقارسيو كصوابيو إن يقارسو وميت كوكو انتفاعي لكن صدقت وعباده وإنا وحلو دردرين ووقت قاره عيد لقدك تيو وإنا نشرين سين قبر قال دلتا قوكالي لا دولت أو ميل كلام القصة ما يلقو بالله ما يصنع كمر والنبي عليه الصلاة والسلام قبر جيساب وديدة إنسان القصة يقول لا تتخذوا قبر عيدا قبر جي عيدا كذي جانينا يعني ميل وقت جوانا اعتمادان القصة أورطان وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه يدي وماتت لمتي فقال وحر يا رسول الله إن أمي هو يدي ما تطوي لمتي فأتصدق عنها صدقت مبحية قال وحر النبي نعم قلت أعرف أي صدقة صدقت يبا أفضل أفضل بدن قال وحر السقي الماء وبيها دتك إلا ورابي قال الحسن فتلك تاسقاية آل سعد بالمدينة ورابنتي بي ورابنتي رير سعد ومدينة كسوغان أنا بيئة أيوب معنا وقفية وي
وحفر بيرا قال هذه لأم سعد عيل بمدينة كقضي التنوح يري وحن وقف فيه سعد هو يدي كأولي واتالقوا انتفاع يويا معنو مركا حديث كان نيسنا وباب كيس تقدم وكساب سي حديث ورنا ومرخاتي فريسة وحلو رنك رأسوك إلهي سبحانه وتعالى يلي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قفك وحو شقيستا ينبو لي وحانو شقيستا قفكم الله وهو أن ليس للإنسان إنسان كي أمسقنا إلا ما سعى وحو سقو شقيستا مويان ما عمل ولد كوا من سعي والدي أورت سوى وكسب جي والد كي أيو كميدي هاي تعب كيسي دادك كلانا وحايدا دليش هذي معتزلة دو كلا أو يدي وحميد كجاري يا مشيران لكن آيات دي ظاهر كده أيها الوسع تسيني يا قف كوح وشق يستمو ينوح كلام عليه وصيداس الدنيا يا آخرة با حولها ضد كما الله هده انتو الدنيا تشوغو آخرة را ضد كي عمل كوناك سنسمي أجر كودي ساقو ما الله لكن دي دي ميسو قف كي لا هدو هديه مركا دي كي لها باسيي oo maal kan adduunyada cid kale ay leedahay adigu ma liido iska qaadan kartaa laakiin kii la hadu ku siiyo marka waad ku intifaaci kartaa amalkii saalixana waa sidaas oo kale qofkii markaayeen amal wanaagsan sameeyay inuu u hadiyeyn karo qof dhintayna tii xadiis taa tilmaamaysa marka waxa la oran karaa aayadu waa caam xadiis ruu khasiisaysa وعمل كي عد كلا أي سماي سي أصل كوه حوية قفكو ما الله هاي صدق قبل من أنتي سنة اللي مايو لكن الحديث تو حي كسر رابطي عمل كي قف كي سماي وهدي يي قف كلا مرك هدي يد سيد ويان صحي سا قرآن كوكلا دايس كل خلاف بكو ترى لكن إمام أحمد رحمه الله تعالى إيو جماعة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهي كنت تقول قرآن كو إنو قارس الدعاء دو قارس والدعاء ومبين هذين قرآن كو لكن المذهب عند الشافعية وإن ثواب القرآن إنو قارس هين باب تعزية المصاب غفك أي مصيبة كل عدي مصيبة وما لباتده تعزية إنت لتعزية دي وبابي وثواب صبره بأبابيه قفك مصيبة كل عدد صبر كيسو أجر كوليه وأمره بأبابيه أمر كلا أمر قفك مصيبة كل عدد به صبرك إيه وما بأبابيه هذا الكي يقول وأرانا يوح المصاب كي مصيبة كل عدد لذلك يعني مصيبة أوجد عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن مجرا مؤمن يعزي تعزيدي أخاه ولالك بمصيبة مصيبة كل عدا أوجد إلا هدو تعزيدينا كساه الله عز وجل إلى يوحه إياك ولالك تعزيدي من حلل الكرامة ما موسك اسكو تشوق يديس يوم القيامة مالك قيامة رواه ابن ماجه أنا أعرف عنه درم موسيدة أي أبا المرين أبو إلهي سبحانه وتعالى وحرة رجع حديث كان وحو تلمامي فضل تعزيادة أي تلمامي فضل إلهي هي تعزيادة قفك ولالك مسلم كانت تعزيادة فضل وكيلي وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود الأسود نواسود بن يزيد قال من عز قفك التعزيد مصابا مدى مصيبة كل عضي فله مثل أجره صبر كاي التعزيد سئو صببته أجر كاوكه لي أوكل
أيو كي تعزيدين إهلية رواه ابن ماجه والترمذي وانا حديث ضعيفة وهي علي بن عاصم باكوشرا سند كيسة الصحيح فيه نوى الوقف لأنه موقوف في هذا الكيب المسعود وياهي وقد أنكر العلماء هذا الحديث على علي بن عاصم وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شك عمومات كأدي لذني معنات الماميان النبي عليه الصلاة والسلام يحدى الدال على الخير كفاعلي حق أجرك وقف مصيبة يكون عذيبة تعزية دي سيد تعزية وحساب يقول نقطتين والصبر صبر كأجرك وكهلو أدنى مدلق بعد هليسة أي النبي يقول يحدى قفك عيد خير تصيا أجرك يا سميا وكلا أي سنة لي يا من صن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم مجر مسلم ولا مسلمة هي مسلمة يصاب بمصيبة مصيبة الواسيبة هي مصيبة يكون عيسو فيذكرها ومصيبة حسوسانا وإن قدم هبه الرأي أو هبتي تعاهدها وقت قيدوه وقت هرى مصيبة كون عذبها نغته وفيحدث عصبانيسين يوم عن لسو الدريني لذلك مصيبة وحسوستي أوجد استرجاعا نرى إنا لله وإنا إليه راجعون استرجاع وكاس إلا هدو تشيرنا جدد الله إلى عصبانيسيا تبارك وتعالى له إساقا عند ذلك مركو هذا الكائر هذا أي إلى عصبانيسيا وفاعطاه حسيا مثل أجرها أجر كيكو سبر كيدا وكهلي أوكالي يوم أصيبة ما لنتا يكون عضي وميدا المصيبة دي هدى كون عضي وكالو إلهي كنقا وهدى مركا مصيبة دي كو صبر يا أو صبر كان إلهي أجر كدوني مركا ما لنكي أي كون عضي أجر كي لغسي يوكالا مركستو وحسوستو وصيدا ويالا لغسي رواه أحمد وابن ماجه حديث كان الحسين بن علي ضعيف جدا ولبا هشام بن ابي هشام باكوتشيرا سند كيسة ومتروكة وامه لا يعرف حالها هو يدين سند كوا كولا تشيرتايو سلامت انا حال كذا اذا لا مقرني هو مجهولة مركاوا ضعيف وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره إنما الصبر صبر كيدا ما يسكترنا وحوا هذا يقول عند الصدمة دقينتي أكتيدا دقينتي الأولى هراء الصدمة ويسكود عتانك يسكود عان لبشا يسكود عان وعين الدقينتا ينرانوي ويستقين كان مرك كوباد قفك أي مصيبة الدقيسة عليس كيد وكدعه صبرك أو صبره أي صبرك لما يسكترا سوى الله فسري ومعنيه دماها هدي مرك وران الصبرين ومرك الدنباء الصبر صبرك الدنباء أجل كوي لما يو أنا الصبر الكامل وي واحد كلو لدي معنا الصبر الموعود لصاحبه الأجر صبرك قفك السمية أجل كلوب اللان قاضيبا كان أح ومركو قيلة دما يستو صبر كيسو صبر تاقوى ونقضو كايساق حبكه لما يستدان والله فسيري رواه الجماعة مناسبة حديث كو الله النبي يقول حسام ريب امرأة تبكي عند قبر دور قبر كاقو ويسا قالت اتق الله واصبري إليك بقوا صبر بولي قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أرادوا يقتك بيتري وحيقول دعيبانك ودعين ولم تعرف إنه نبي يهين ميقرنين فقيل الله إنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمرو كتقيبا لقولي قفك تسيدي ولا هذا الشيء نبي قبوها فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابه وحيت ميقرق النبي قار إيوعد إلى علينا إساء ما يشاء قمي إيمان مرجع النبي جيبه أوجش شوية معنا، وقالت لا معرفك يا رسول الله، رسولك لا يكمن جرناهين،
هذا واقعنا يا ثلاثة دي ويا معنو هو الصبر هي. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني وحي ديات سميس ورد ما يستطيع رنكيبا يمك. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي قال لما توفي مركي لوفصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية وقتك التعزية أويمي سمع وحي مقلين قائلا مديره هذا أو يقول له إن في الله إن عزاء تعزيدين با في الله أي من الله إلى حق سكاهتي ومن كل مصيبة مصيبة كستة أدوان كالغة تعزيديني وخلفا أي حق إلهي كهادي بدل من كل هالك المد كستوه قيريودي بدل كأ وعود خير قباء ودركا أي إن دركا هليلتان با من الله حق إلهي كهذا ومن كل فائت وحكستو قفك الساقي بمعنى وح وكوها ليله وكقدبتك هل كيسي وبوحية فبالله إلهي قرى فثق وككل صنادة وإياه إلهي قرى فرج رجي فإن المصابة كأي مصيبة وكود عضي دميس كتيراني حقيقة صاحب مصيبة من مصيبة كود عضي من حرم وكالغا قدية هو الثواب أجرك رواه الشافعي مركاوحا لصعطة أنومتن قشيقين إلا يري يعني خضر بوها كتعزيدها سبحي كانوا يرون أن هذا هو خضر كاسو إنو خضر يهي أيهو أركي ساسور الراويكو مركا حديث كان وضعيف با ومبان سحين وحسنت كيسا كتشرا القاسم من عبد الله بن عمر ومتروكا قد كذبه أحمد ويحيى بن معين كذلك جاء من حديث أنس عباد بن عبد السمد بسند كسنة كتيرة ضعيف جدا زيادة حديث كأنس بكتيرة فقال أبو بكر وعمر هذا الخضر أبو بكر وعمر واحد هذا كاسوا خضر مركاوي حكمي دي هاي الدلة دي الدليشان دات كرادة خضرون نولي ولم يصح في ذلك الشيء لم يثبت في ذلك الشيء سأيمضوا إلى هذان كالبيهق والنووي وابن حجر ويساقوا مسألة الرسالة كان لفيبا وح الله لوح كسو أروري في حياة خضر إنه ضعيف يهيب الرسالة كعدي لكن مع ذلك حافظ بن حجر وحورنا يا يعني أرنت سواء أرن مشهوره تواترته تشيل بتشيل وكذا حلي نلاش خضر محاس سوق يا حياة تديس ضد كلوك قد وين لا شيء إمي ساء أنبياء الرسل صالحين يا أولياء الدين صامرتي حكوا كلام الله أرنا وينو لي أنا خضر أرنت لو خسي سيمار أدي وحي سواء أروري سلاك سواء أروري أنا صحيح حديث كنا ما بانصحين به دو انصح لهانا انو خضر يا هيك هذا الكايري دليل تسير يا مجلو وحنا نقول كرا مد كم اذا تشينك لينك قري ورينا ويرا الهي ورينا ويراكم وقبيل من حيث لا ترونه وبالضبط انو خضر هاك هذا الكايري ليس هناك دليل يدل على ذلك خضر بي واركينا يعني هو وعد استوى ركتي راي جود ويقول لفتو دي الدليل ما هي سويا معليه الدليل ذو راح تسيريسا إن أنا خضر نولين ويهدو نول يمحواتش بكون نغان لهايد إن أي مادنا محمد عليه الصلاة والسلام أو الرمية أو بيعاء ولقلو اللي تشينك قرصور ما هو بشره ولم يفعل ذلك والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي
نبي موسى ونبي نميس لسكوا فقسي نبي عليه الصلاة والسلام حرسي إمام أحمد وريه دون أولا الله أنا قاين الرعم ويانا وحكا لما فرناتهم وما بناناتهم خذروا النبي نميس لسكوا يتسسر راجع حابرنا قلت إنو النبي أنا محاضم لين وأكلوا النبي عليه الصلاة والسلام هبين هبين هذا كميدة ويرس بخاري وكوري صحيح إيسا يعني عاوة لقبل أبو مركب بقول صنده دمادان وعاوة كبل أبما قف الدنيا دوشي دمان تتشوغا نولان مايا عاوة بقول صنده عاوة كبل أبانتا مركب دمادان قف دولك دوشي ستشوغا نولان مايا انت تشوكتور دمو دمانيا مركب دو مركب وران نولا حتى مركب ديبي سوما حعوم كاكساري خضر وعن أم سلمة قالت واحدة لسمعت واحد مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ما من عبد مجرى الدون تصيبه ويكون عد مصيبة وفيقول وحورنا يا إساقوي فهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قال إلهي بأن له حق إلهي بأن نقرن وقفكو حنفتي حصوصنا يا وحن لقى قاضي أما عدا لقى قاضي داي السجى لفتي سين وإلهي لي هي إن السجى لفتي سوء لمن داره يرجع إلى الله بالموت مركب مصيبة السجى كسر صعته أو يقين سين هي نفتي سوء حسوسين أيه أيه كإلا بيا مصيبة جريدة كل عدا قفك لو دنتي وإن السجى هين مركب يعزي نفسه نفتي سيو تعزيدين يا قفكم وقول لها بقبوتشينيا وحان أقول لها بقبوتشينيا إن تنقف كان كود عدي ما أنت قيريو دي من لم يدسنا يكود عدونت اللهم اللهم يا الله اللهم أجرني إلهي وإقاء ترسي في مصيبتي أي في صبري على مصيبتي مصيبة اللفتي دي قفكو أجر كويري مايو إذا لم يصبر عليها ولهذا حديثة المام إساء أجر مصيبة لوجه لا يوردن وحشرد وقديك الصبر. مركا في مصيبتي أي في صبري على مصيبتي. صبر كي قال مصيبة ذاك وصبره. وأخلف لي إلهي عدنا ديجا قاضي إيسو ويداري خيرا منها عدنا عدك خير بدن مصيبة وحك خير بدن. إلا هدو شرنا أجره الله. إلهي وكاتر سيا في مصيبتي صبر كمصيبة أكو صبري وأخلف له إلهي وسوي داريا خيرا منها وحك خير بدن قالت وحي تري فلما توفي أبو سلمة أبو سلمة ومركا دينين كيديها مركو دينتاي قالت وحي تري من خير من أبي سلمة أبو سلمة ياك خير بدن صاحب رسول الله بوأها رسولك إلهي صاحبك أما صاحب رسول الله أها مركا ويعد كخير بدن أبو السلامة أن أرانا إلهي ويقو بدل وآمن بالله وبرسوله وصاحب رسول الله وهاجر في سبيل الله أول بيت هاجر في سبيل الله وقوي سكوه الرئي إلهي دراد يهجروا دي هاي مركا يا كخير بدن قالت ثم عزم الله لي إلهي بأرن كإيقو آمية معنا وفقني للعزم عليه أرن كاينا قوان صدو إلهي وافجي فقلت هاي كلمة داوان إلي دعاء دا سانا خرست اللهم أجرني بان إلي من مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن كذا وكما يصدعين رسولك إلهي وكو قرسان دوانا ولا شك إن رسولك إلهي أبو السلامة وكا خير بدين وكا خير بدين وأسبابنا ده وحكم يدها عرور بهيستي قبل هنا سكول الله واحد ولهذا رسولكم مركو صوب عند جاي جورك علوين بشكتي أي كم يتهاي إن هنا سكول شهاي ده رسولكم عليه الصلاة والسلام ودمر بدين يدين عرور يريا هيستهم مركا رسولكم عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامه هنا صها إن إلهي وكتكسين دونا ودعينيه عرور تيريرنا رسولك عليه الصلاة والسلام وحتى المامين تحمول الدونا مسؤول وكنقون دونا
marka umu salama iyo la soo hadal qaado waxa laga yaabaa inaynu sawirano inay islaam weyn ahayd markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday soomaa soomaa ahayd kaana cumruha aqala min 30 sana soddon jir way ka yaray dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax soddon jir gaadhayba waa ku yaraayeenba naadir bay ku ahaayeen bal dib u eega markaa cumriga ay ku geeriyoodeen ay ku dhinteen waxaan filay umu salama inay 90 jir ahayd النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد حديث كان وحاو التلمامة يا أن صبرك مصيبة لغو صبره قران دعادا لغو دعايستا فضلك عي لا دحي ونفع آخرة يمد الدنيا لبدا بوايا لانسا نفع الدنيا كمتاي وفق عدي وواعد كوالا اكسر الهين وقو بدلو كآخران أي كمتين أجر لغة قرى قفك مسلم كاين وحي رسولك عليه الصلاة والسلام وشيغي كان صحي حتى هدو لا عصلا هدو سورة قال لماذا شيغا صحي لا عصلا وإن أقاطع أصمي أو مسلم وإن لا عصلا إن أبو السلام عدك خير بدني بأجر ترسولك عليه الصلاة والسلام يشوى ما يصور حدنا ما دام رسولك هذا الكايري رسولك عليه الصلاة والسلام الرومي سنيد وكل دقائقه ويستميس هذا الكبيتين ويحيك خير كبدنانا ويهش باب صنع الطعام راشين كسمين تيسو بابي هاي لأهل الميت قف قاعدين تي قرابة يصير راشين الله سمية وكراهته بو بابي هاي كرايسيقا راشين سمين تلكرايستي منهم حالة حقودة وكاهدة الرنكاس راشين سمينتو حالة حقودة كاهدة من أهل الميتة كاهدة قف قد انتهي داد كيسي وللناس داد كاي أصمي يعني كوالا با مسألة او قف كي قيريو دي قرابة دي سي ان داد كاي راشين أصمي يعني ايو داد كاي قيريو دو كودا عضاي ان اي ايقو راشين داد كاي أصمي يعني مركا طهوري واشي مستحبة والسنة تدنبنا وشيء مكروه بل بدعاء عن عبد الله بن جعفر قال وحري لما جاء مركو يمي نعي جعفر جعفر قيردي سي مركي لصوى الشيغي حين قتل مركي للدلي ودقال كي مركا غزوة مؤتة للدلي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحري اصنعوا السمية لآل جعفر جعفر ريركي سي قويسكي سي طعام الراشن فقد اطاهم ربها وحاويمي ما يشغلهم وحمشقولية وكمشقولية ان الراشن سميستان ومركا ايلفودا وحو سميستان ايدن كو راشن سمية ولا شك تاسين تأرر واقعية وتكمري قيرد وكو دعادو كما همين ايان الراشن يوحا سميستان وروح لقى يا باينا المال مرد وحبعونين لكن اددتك كان الراشن وصو سميان وكان انا وعنستنا يكون لي رجليان مع التعزيه وحويان ودعي ساتاس اني وعنان رواه الخمسه الا النسائي مرقى حديث كان علماء قاركود حسن بي سند كيسا كشاقين خالد ابن ساره ومجهول مجهول الحاله بسند كيسا كشرا وله شاهد من حديث اسماء وعبد الله بن جعفر كورين هو يديه اسماء بنتي عميس أم عبد الله عون بنت محمد بن جعفر بانا سنة كوترته وحانا كورني أم عيسى الجزار لبدو دبروا مجهول مجهول يا مجهول سجى علماء قاركود ويسكو حسنية لو حسن بيسك قد جاب العلماء قاركود نوا ضعيفين دام لبدو السنة بيد غلبة جهالة كتير تودت كمركا سنة كتير أمورينيه لكن صنع الطعام لأهل الميت حتى دار حديث كري عن صحين وحيسوق لسا عموماتك وتعاون على البر والتقوى سويلة أمور والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي أدي لدى إحسانك إيا برك إيا إسعاونتك كور رميسة
ayaa ba u dhaliilay dar xadiidkan xataa ansixin dadkii geeridu ku dhacday dadka kale muslimiinta ay jaarkooda qaraabadooda fog inay caawiyaan ay wuxu keenan dilada caamka ah marka u dhaliilay waxa kale isaguna yaala xadiidka عائشة البخاري مسلم باي وريين إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها وقالت كل منها عائشة رضي الله عنها مركو دين توقف كم يضايين قرابة دين من أهلها oo dumarku ay yimaadaan geeridii deetaray kala dareeraan oo ehelkeedii iyo khaasadeedii asxaabteedii gaarka ahaydii ay soo hadhaan waxay amri jirtay markaa in la sameeyo waxa loo yaqaan talbiina oo heed raashin heed ka samaysana kadibna la sameeyo thariid ama hariisa oo waxa weeyaan khubus iyo maraq tana talbiinada oo raashinka heeda ka samaysan iyo thariidka in la isku shubo oo la isku daray amri jirtay markaas ay oran jirtay cuna marka dadkii geeridu ay ku dhacday raashin ayay u sameyn jirtay caaisha radiyallahu canha wa can jarir ibn cabdillaahi albajali qaala wuxuu ihi kunnaa waxaan aynu cuddu inaanu tirino aanu ku tirino aanu ka mid dhigno al ijtimaaca kulanka ilaa ahli lmayit ururka loo soo ururo ilaa ahli lmayd dadkii qofkii dhintay ehelkiisii wa sancata acaami iyo raashinka samayntiisa bacda dafni marka laase kadib min aniyaaxati baanu ku tirin jirnay baroortii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam diiday in halkaa raashin lagu sameeyo oo ahlu lmayd ay sameeyaan oo halkaa raashin lagu cuno mid niyaaxada ama baroorta la xukuma baanu arki jirnay rawaahu axmed إمام الشافعينا وكذلك إمام أحمد وحول إمام الشافعي أكره الاجتماع على أكره المآتمة والاجتماع على أهل الميت للأثر حديث كأوقي وحديث كالجرير بوشيقي أيان ودي دابور وكره ولأن ذلك يجدد الحزن أرن كاسي مروقد وعصبور يسير ويكلف المؤنة خرش إياها ولو كلف إياه dadkii dee murugada geeridu ay haysay culayskaasi uu saaraa buu culays kala saaraya qaala tirmidiyu waqad kaana bacdu ahli lcilmi yastaxibu an yuwajaha ila ahli lmeyti bishay lishuqlihim bilmusiibati wahuwa qawlu shaafici imaamu shaafici wuxuu yidhi adraktu ahla alkhayri qablana yamuruun bisunci acaami liahli lmayit waxaan soo gaadhay buu ahlu khayrkii naga horeeyey oo dadka faraya oo u sheegaya dadka geeridu ay ku dhacday in raashin loo sameeyo laakiin in iyaga markaa la dhaha raashin sameeya maya alimaamu shaafici raximah llahu tacaala aada buu diiday wacan anasin ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu ihi laa caqra boqongoyni fi lislaami islaamka dhexdiisa may ahaan laa caqra jaa'izun fi lislaami rawaahu axmedu wa abu daawuuda marka alcaqru waa maxay wa adabxu cinda alqabri waa in qabriga dushiisa xoolo lagu qalo oo fi ljaahiliya saa samayn jiray ninku markuu dhinto kaanuu yacqiruuna alibila calaa qabri rajul geel bay qabrigiisa markaa ku dulqali jireen wanujaazihi calaa ficli lanahu kaana yacqiruha fi xayaati odhan jiray ninkani markuu noolaa deeqsi buu ahaayo geelu dadka u qali jiray markaa waa u qalaynaa markan u dhintay oo xataa shimbiraha iyo bahalaha iyo hadhargaan bay odhan jireen marka arrinkaasi islaamku uu diiday magaca la doonaya loo bixiyeen xabaalaha dushooda wax lagu qala islaamku ma ogola haddii xataa sadaqad looga jeedo iyo taqarub ila allah in xabaala lala doonto maaha xabaaluhu ma aha meel cunto waa meel aakhira lagu xusuusto ta kale shareecada cumuumaadkeeda marka la eego waxay kala fogeysay xabaalaha iyo cibaadada qofka nool
si aanu shaydaanku dadka u fitnayno oo u oran cibaadadan baa waxaa loo sameynayaa dadka xabaalaha ku aasan. وقال وحيري قال عبد الرزاق وحيري عبد الرزاق ابن همام الصنعاني سواء حديث كفصيرا كانوا يعقرون كوى قورعة أبو داود بايري وقال ظهر أبو داود بايري قال عبد الرزاق كانوا يعقرون كوى بقون قوية عند القبر معنى قال أم بالوجه ذا قبر يأتي سبقرة نيف لا وشات أما نيف أريا في الجاهلية أما نيف قيلبا باب ما شيء يجيب باب يا هجاء كسر في البكاء وانتي على الميت قف قد انتي له اويو وبيان المكروه يكيل الديدي لكرايستي عدينتي سا منه حاله وانت كميدي هي كان الديدي معنى ما اوهين او دله ما ديدينه قار اوهين قاربا لديده تل ديده واتيبا لعدينيا. عن جابر قال وحري اصيب ابي أباي بأمرك الله دليل يوم أحد جعلت وحن بلابي أبكي إن أويو فجعلوا حيدتك نبلابين ينهوني إن إيدي دان أرنكا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدو الرسول كيلين لا ينهاني أنو إيدي دان فجعلت وحي بلودي عمتي إددي فاطمة تبكي إن أويدو فقال رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري تبكينا أويدي دا أو لا تبكينا أما ماد أوينا ما زالت الملائكة ملائكة كميسول تظله إنا يهريسو السقع بأجني حتى بالش يدعي كوها ريسو حتى رفعتمو إلا جناسي سقادين متفق عليه. مركا أوهنت مجرد كوحك الآن ولصعون قيل إيو اسقراعس إيو مريا تحتح إيو عيد اسكو قص إيو تمرفس إيو إيوهين من أه المؤونة دمع العين يد واحد باتام الله حديث كان الدليل بؤيهي ونبي يمود ديد بؤيهي ورسول الله لا ينهاني دار بنانين رسولك هو ديد لها إقرار كالنبي قايو صحابي وحجيستي وحكال حديث كنت الماما إقرار كالنبي قايو حجي دليل على حجية إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة معنا أويا مها أوين أي النبي عليه الصلاة والسلام كويري معنا أوين تادو سقوا حبوا تري ميسو وحنا يلي ميسو وتبكين أو لا تبكين. فضيلة مركا الله عبد الله بن حرام وجابر بن عبد الله أبيه وشهداء وحد كم يذهبوا النبي عليه الصلاة والسلام شيء وإن الملائكة تميد كيسي هرينيين إلا جناسي سي لقاضي. وكذلك أمركي لاسي بعد ستة أشهر با قبر جيسي لقصو صاري وجابيرو كصو صاري عداما ننكل أولا أصنا وقبر قوني أبو لاتش علاضي مركا واحد صو صاري يدو تشركيسي يعني وحويس كبدالين. وعلى ابن عباس قال وحوري ماتت وحا دمتي زينب وبا دمتي بنت رسول الله هيد رسول كلاين انتسي فبكت النساء ودمر كبا اوي وجعل وحب الله بعمر وعمر يضربهن ان ودمر كي كقرع بصوت تشيد الكيسي فاخذ وحب الله فاخذ وقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اي بيد عمر قال وحب ما لا يا عمر عمر وكاد ثم قال وحب اياكن ثم روحا اذين كدقيا اما اذين كالدقيا ونعيق الشيطان شيطان قيلدي. ثم قال وحيري إنه مهما كان إنه أرنك وحيي مهما كان وحيي هذا من العين إيش حقي ذكا هذا الماء يو القلب قلبك حقي سوحي كا هذا مروقة فمن الله عز وجل إلى حقي سوكا هذا عن وحو ناكسنو إلى الله نسبينيه ومن الرحمة تبوك كميدة هذا الرحمة دا إلهي دادك قلوبته دقلي وما كان وحي هذا من اليد قعنت حقي ذكا هذا يواه اسقراعس استن مريد شيح شيح إيا وحي لامدة إيا واللسان عرب كحقي سكا هذا نياحة إيا صراخ خيلة إيا بوقة نعيق الشيطان فمن الشيطان الشيطان حقي بكاد ووحنا وححن الشيطان باللوغو ابتريا رواه أحمد وأنا حديث ضعيف وإيه
علي بن زيد بن جدعان بسند كيس كتشرة وسيء الحفظ. وعن ابن عمر قال وحول اشتكى وحن صدي سعد بن عبادة شكوى له حنون ساكر عي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوي يعود سقى صابق مع عبد الرحمن بن عوف يضو الله صعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. ولما دخل عليه النبي قمرك وقال وجده وحوه عليه في غشية سقى أمير دورسون كتيرا، فقال وحوري قد قضي ميوغيريودي أي توفي. فقال وحيدا لا يا رسول الله ما يا رسولك إلهي ومور دماني وكومو كتيرا. فبكى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم رقي مركي أركان بكاه النبي عليه الصلاة والسلام وهنتي سيبكى ويقول ويوهين، قال وحيدا لا تسمعون ميدان ممغليسان إن الله إلهي لا يعذب ميتكم عذابه أما قفكم عذابه بدمع العين إيش المدينة ولا بحزن القلب نكم عذابه قلبك مرقديس ولكن صيش يعذب وعذابه بهذا كسببتي. وأشار إلى لسانه عرب كيسو تلمام أو يرحم أما عرب كسببتي سو إلهي وقلنا حريصنا ودي وحونا أكسن لك قال الله ملائكة آمين بيليين وحونا هدي لك قال لنا آمين بيليين كاسا عذاب لقوم التيستا أما الرحمة لقوم التيستا حديث كوحو تلمام يا وهنت واه بمعنى دمع العين المضى إشو إناني وحد باطال هاين ولا يعدنا بأهن كو عذابين. نبي يقول عليه الصلاة والسلام وسمي مركي ودنتي إبراهيم ابن رسول الله عبد الرحمن بن عوف نبي قواكي وهنت كو اعتراضي ولادوني ميدو إيسا رسولك إلهي ورسولك والله والرحمة إلهي ذاتك نحريست قلوب تدقلي. لكن هل كان صدر كيسو سيدا مويل وايو تقرر عندهم أن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. وحسحابة أكتود السقناطي ومركي الدنباد النبي قاي كبرتين المضى إشا أقول وحك الآن لا صعون إنا لوحدي باللهين. مركي حديث كم يحب دليل يهين المضى سيبنا أنت يمرو قدوبا او ده قفك مصيبته اي كدعه انت بدنا ان اسكبد دفاعي كريم. وعن اسامه بن زيد قال وحر كنا وحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت وادرتي الي حقي سي وصدرتي احدى بناتي انا شخصا قف بي صدرتي تدعوه يده او ييريسا وتخبره شيغيسا ان صبيا المير او لها يدو اي دشي في الموت انه سكرات الموت كي كجيرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحول ارجع نقو إليها إن أنت حقي إذا كن نقو وأخبرها أرشاك أن الله ما أخذ أن ما أخذ وحقاتا لله إله نوسقنا ذي وما أعطى وحب بحيانا له يساق نوسقنا ذي وما إلما هذا لك قاد ومركو رب إلهي بالله ويرمعنه إلهي مروا كسية مروا كاقادة بيساق عليه ومالك الملك وكل شيء شيء كستان عنده ولايكتيس بأجل المسمى مدق أنبو ليهي فمرها فر فلتصبر ها الصبر طول تحتسب صبر كان أجر إلهيها كقد دونت وإن إله أجر كقهشه ونيوت وحكى لياني ونيوني وده صبر كاو حقلي كرا عدم الإخلاص صبر كل إخلاص بو باهي ودو قف قوات كيستددكو هيرا هذا والله يقف كاسوا قف يعان وقف صبر بدن وقف وحاجركه لي مايل لكن وحاجركه لي اذا احتسب به من الله. فعاد الرسول رسولك عليه الصلاه والسلام عفوا فعاد الرسول فرنسيده بالنقضي مركه النبي فرنته او كان مركه النبي فرنته وديبي فقال وحيري يعني او نقضي يدي بو غيا دروي سو علس وصو نقضي. فقال وحيري إنها يدو أقسمت وي دارت وحي كو دارت إلا تأتي أنها إنها أتماداد أتماده. قال وحوري فقام النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبا كعي قام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم أنوان راعي بيولي أسامه فرفع إلي
فرفع كرب وسوقاده إلي حقي سكر وسوقاده الصبي أما فرفع والله كري إلي إلي حق النبي قال الله كري إلي الصبي ونفسه يضع المهاير نفتي سنة تقعقع أي سنقريسه ويقعقع عليه ضحي قعقعدوا هرق قللي رواق وبحيه كأنها يدو أدمودد في شنة إلي قربت كتيرتو ففاضت وبرقتي عيناه النبي عليه الصلاة والسلام من ليس أي برقضة إلما كدهاته فقال سعد ما هذا ومحار كان يا رسول الله قال وحيري هذه تني رحمة ونحريس يعني وأثر الرحمة نحريس راد كدوي نحريس تاس وجعل الله إلهي وكيلي في قلوب عبادي مركا قفكو إنو يدو قيردو دعضي مروقاي كم قويدو أما ودريمي وايو إلمي سوى إلمي وايان إندي سوى إلمي وايان نحريس طري على مضطي وإنما يرحم الله إلى يوحونا حريستا من عبادي أدوميهيسا حقو دوحوغان حريستا الرحمة كوا إيقو نحريستا نحريستا بضان ولي بوصيغة مبالغة حديث كان نوحو الدليل يهيسا كوي هرابا أنا أوهينتو إني جايستو يبنانتي أداني وحكا للاسعون أوهين لديدي هداد عرقتو وأوهينتو وحكا ليوهيليان برار إيو مريا تشاح إيو استمس وحي لامدا وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات مركي لنتي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بقيردي سيمي وأبو بكر وعمر قالت فولدي نفسي بيدي إني أنا أقول أعرفه وقرانيا وحصوصنا بكاء أبي بكر وهنتي أبي بكر وقرانيا من بكاء عمر بك قرانيا متبسي بوه إيو بدل بوه إنتي سوى حصوص وأنا في حجرتي وحان قرانيان وانتو ذكال قراناي وانا وحال انا نقو في حجرة قل كيغان كجرو رواه احمد كمي فوقين ودي وانتو ذو قيلا ما يودان الحديث كان كل نظر با كجرا سند كيسا وصام ابن زيد الليثي با سند كيسا كجرا وعن ابن عمر ان رسول الله لما قدم مركي وكسر نقدم من وحد سمع وحمق للنسان دمر من عبد الأشهل كميدة ويبكين أوي على هلكاهن رقودي قيريودي ووي فقال وحوري لكن صيش حمزة لا بواكي له عدو أيدم الله فجينا وحي من نساء والأنصار بايمي فبكينا ويوين على حمزة بيوين عنده وعند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وسوبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ويحهن هو قودي أنتنا دمروا إذنكوا ها هنا هل كلميات توقتان تبكين إذنكوا أي حتى لن لايبك مروهن أمر الدمر كان فليرجعن هالنقدان ولا يبكين ياني أوين على هالك مدن تياني أوين بعد اليوم ما أنت دبديد رواه أحمد وابن ماجه مركا حديث كاني أوهن توديد صدر كيسو مطلق البكاء والديدي ظاهر كيسوي وحلم إذا مركا حديث جابر وصوى السعودة فإذا وجب فلا تبكينا باكيته مركوين ليس وافتي وإن الله يراهدو أرن كاني ووهري والرخصة في البكاء المجرد بادن به وهنت خلق أي كلي ديدا رخصة ليس الرخصي أما إن الله يراهدو وحبا وهنتو دو وهيلي وهنتو وهيليان ويانا وحلص حدان تو النبي عليه الصلاة والسلام دي أما المبالغة في البكاء أما وهنتو وحويارسك كان كانك يعني مروق النبهان كينين وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ويم يعود يسوق صوب قد عبد الله بن ثابت وجده وحلايا ويمي قد غلب يسوق مير دور صومي فصاحبي وأرد واقف لم يجبه وموت شوابه فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة دمر كبا قيلية وبكين وإوين فجعل وحبلا بن عتيك يسكنهن إن أوحويان آموسي أو دتشي
قال رسول الله دعوا النداء فإذا وجب الأمر مركي جيرد ودعضه قفكي العاصة ولا تبكين يالي أوين باكية تلميذ أويدا. قالوا أحدا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت، رواه أبو داود والنسائي. مركا إن قفكي حديث كم احترامي إن قفكي لو أوي كره أنت ولي النولي هاي لكن سكرت الموت يوحي لم يدو كتيره لكن مركا ودنتو وهنتي اللي تشوشي لكن حديث كلام حديث الله بس قفكي ودنتي لو أوي كره مركا سيدة أنو شاقني با يلا سكوا فتشير إياه والله أعلم وأحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. إذا تناول الطعام جماعة تكفي بسملة أحدهم هذه أي كوحي أنت وضعون أيان متكودين بسنك وقبطا ما كفل أنت ما يكون في الله نبي عليه الصلاة والسلام إن أنت يريد أردي سي عرابي إيو واكي قعنتك قبطي سوى كسوية شيدان كو إنو الدوري عمتدر إنو كحلاشة يدو النبي عليه الصلاة والسلام يدعي عدي هرباي بسنك وقبطين هذا نقفكي دونا إنو أبلا بسنك عنتك وقلي إيو نبي قو كقبطي وحانو شيغي شيدان كو إنو دوني إنو كحلاشة هدي قيل لقو قالو قريقة عقوم كحونا قنايا قلستنا اعتقادك أولا الصعوضة أما عبادة الدين تلوها ميسانية وبدعو أنا كفل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عمل كنبي عليه الصلاة والسلام يسلف كميد خلاف سنوهي أبا إنا ديركي ولا شام قرسن كرا نعم ليست من المحرمات عليه تمرك حارنتك ما أبا إنا ديركي ولا شام قرسن كرا أدير إنا دير وياه حاول أشاء إددا وجرسن كرابة وإن أديرتي رماح طيارها وصب حد كشيء واي دين توار ساقط ده مكاحل كرتها هي كل حرنت نيادات قاطتي وديات قاطتي يدو نيادات واي تهاي إلى دين تاسك بحصه وحاو يصابه نقول السائل إلهي سبحانه وتعالى أرساقد كفر أو أدسك بحسه من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه لكن هذه نيادها هذا الباك الضم بين حوالاتك يسكق هذا وحنها بحنين من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلافه الله إتلاف كنوا النوع يبدي والله شاء القوات كيانوا النوع من الإتلاف ذاتك حباشة قودة يمحال السين كراء dadka xabaasha qodaya waxa la siin kara wixii u baahdaan haaja ay keento biyaade u baahdaan shaah hatta haday cunto u baahdaan adam xabaaluhu meeshi wax laga cunay la guriyoodi iyo halka xikeebsa la yiri ay ka fog yihiin laakin min gheer i'tiqaad wax baahi keento waa inuu noqdo ima haa inuu noqdo wax aqeeda daba socoto walaa misayn sunnaya inuu diya hadii laga tagay in la qaldamay wax haaja ay keento hadii haajana loo qabin hadii la iska badaayo اللي حبالها قاربا لبقو دينبا ويقو اسكا قدروا دي ديارسان لإبسادا وقف كيوا القرر داون بكاهو ليوا ما ترتمر كيوا لقسوا الدريرية وحنتبا الله بانبا لكن ضدك مسلمين تا حبالها وانا انا انا وقادر ميل اسكا عادينيين ضدك عاركسا يقو اسكا شاكي سارا يو اسكا فرح سارا الرماة حتى موت يقبورا يا ما هي وحياة بكلوا عديه كصابصن كفتن ذي دوران قبيلة دي كشيء كسرية وعنتو حوياني إن ماشي إسكجو عناية وحبا يوك أنت يعني كير حبالة دشودي نيمبا عنتو إسكلو وريجي شلوا راس تجنياو نيمبا باين تمير إسكلو وريجي يودت كقف قف وجري وارعنا واروالا عنا عنا والقعب على قصي قع كسيه ويريد استعماله ما في حاجة هل كانوا كلوا على الرواقف كيرو جيري حصوصته يا آخره يا حال كيسو اسبدلو لكن إن سيدي وجريه الدنيا اللي تشوقه أو كلا الله نقبه معها خلاص حلو نريبو يري عبد الرحمن بن عوف بن نبيه وهم تكو قبصة ذي
الكن السعد ولا بقي سوى كل الدول تاسوا حيد عند موت إبراهيم تعبد الرحمن تنوى المها يري إن أنتي سوى هذا الشيء مركب وجري وذي مركب ولا بقي سوى كل الدول لا بدو بروي كيران والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وتجنب اللفظين إن كليهما ومن قال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني.